لاعب الهلال، ألف مبروك كابتن. الهلال ينتصر اليوم رغم يمكن نقول الضغوطات الكبيرة اليوم من وسائل التواصل الاجتماعي، من وسائل الإعلام، الكل يبحث عن الفارق ما بينكم وبين النصر، لأن اليوم الهلال انتصر بهدف وأضاع يمكن نقول كومة من الأهداف في الدقائق الأخيرة. الحمد لله على هذا الفوز، ربنا أكرمنا، ثلاث نقاط مهمة، إن شاء الله بإذن الله نواصل على الانتصارات، على الانتصار في المباراة القادمة. جميل. داخل أرضية الملعب كابتن، طريقة الاتفاق صعبت عليكم نوعا ما في جزئيات كثيرة من المباراة، أنه يلعب بخمسة مدافعين اليوم؟ أكيد طبعا، يعني الاتفاق كانوا مقفلين علينا شوية، لكن يعني جاتنا فرص الشوط الأول ما استغلناها، وبرضه الشوط الثاني أنت يمكن شايف ومتابعين أكيد شاف يعني آخر الدقائق صنحت لنا فرص وضربة جزاء ضايعة، لكن الحمد لله على كل حال يعني ثلاث نقاط مهمة صراحة. جميل. أخيرا الحسم يتأجل حتى الجولة الأخيرة، هتان يعني من يتحمل نقول الفارق النقطة، اللاعبين، الظروف خارج اللاعبين، خاصة أنه الفارق كان سبع نقاط، اليوم النصر يتقدم عليكم بنقطة بعد انتصار اليوم. إحنا ما نقول شخص هو اللي مثلا مسؤول عن هذا الشيء، أو مثلا نقول إحنا كلنا في مركب واحد، لاعبين، جهاز فني، جهاز إداري، كلنا نتحمل هذا الشيء، لكن إن شاء الله بإذن الله ربنا يكرمنا بمعجزة إن شاء الله. آمين يا رب. شكرا.